السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. والعالم يحتفي بعيد الأم، تستمر معاناة الأم اليمنية وقد أحاطت بها الهموم من جوانب عدة، فهي إما أم أو زوجة أو أخت أو قريبة لشهيد أو لجريح، وثمة معاناة مستمرة تتجدد. وبينما يهدي البعض أمهاتهم وردا وهدايا، يقبع الآلاف خلف القضبان يحلمون بنظرة لأمهاتهم. وجع وألم مزدوج تعيشه آلاف الأمهات بسبب حالة الفقد والقلق التي تلازمهن تجاه أحبابهن، خصوصا التي اضطررن للهجرة خارج الوطن. أم المختطف هي الأكثر ألما نتيجة ما يمكن اعتباره تجاهلا لمعاناتهن المستمرة، فمع كل وقفة أو نشاط سلمي للتذكير بمأساتهن وعذابات أولادهن وذويهن، يتعرضن للقمع والاضطهاد بل والاعتداء حدا يصل للضرب بأعقاب البنادق. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش معاناة الأم اليمنية بالتزامن مع اختتام رابطة أمهات المختطفين لحملتهن التي أطلقت في 8 مارس، بالتزامن أيضا مع يوم المرأة العالمي. تنتهي اليوم في عيد الأم اليوم نستضيف في عيد الأم مجموعة من الأمهات اليمنيات، سواء المختطفين أو التي لجأنا إلى دول أخرى. سيكون معنا عبر السكايب من كندا ندى علي، اللاجئة اليمنية في كندا، وعبر الهاتف سيكون معنا من تعز الناشطة الإنسانية حياة المقطري، وكذلك من صنعاء عضو رابطة أمهات المعتقلين أم الحارث، ومن مأرب ناشطة إعلامية في حملة أم المختطف حبيبة راجح. من تعز ستكون معنا حياة الذبحاني وليس حياة المقطري. قبل النقاش فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ندى من كندا اللاجئة اليمنية. مساء الخير ندى. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك ندى. ربما قصتك وصلت لكل العالم، فشكرا لك أنك شرفتينا معنا في بين قوسين في قناة بلقيس بهذا اللقاء. في البداية ضعنا بتفاصيل رحلتك ورحلة لجوئك من أمريكا إلى كندا، وما الظروف التي أحاطت بها؟ تفضلي. أحب في البداية أبدأ كلامي بشكر قناة بلقيس وبرنامج بين قوسين على استضافتي وحل قضية الإنسانية، وأحب أشكر كمان السفارة اليمنية في واشنطن والسفارة اليمنية في كندا على جهودهم ومتابعتهم لنا أنا وأختي. نعم. في البداية نحن لما طلعنا في كنا عايشات في الإمارات، فأخذنا تأشيرة نظامية من أبو ظبي سافرنا فيها إلى أمريكا. نعم. نعم نسمع مع الوالد. كان سفرنا مع الوالد، حاولنا هناك تأقلم مع الحياة، بدينا في الدراسة. نعم ندى نسمعك، يعني تحدثي نحن نسمعك، تفضلي. فبدينا بالدراسة، ما قدرنا نتعايش مع الوضع مع الحكومة الجديدة والقرارات اللي طلعت. نعم ندى صوتك بالنسبة لنا واضح جدا، بس تحدثي نحن نسمعك، أنت الآن على الهواء مباشرة. فمع القرارات الجديدة اللي طلعت بخصوص اللاجئين وبخصوص اليمنيين في أمريكا، فما قدرنا التعايش مع هذا مع القرارات اللي طلعت، فحاولنا اللجوء إلى كندا. نعم. دخلنا إلى كندا بالطريقة الشرعية. نعم. فرفضونا. انرفضنا وبعدين رجعنا إلى أمريكا، بعدين حاولنا الدخول إلى كندا مرة أخرى بالطريقة الغير شرعية. نعم. الأسباب ندى التي جعلتك وأختك تتركنا أمريكا وتتجهنا إلى كندا. بس أول شيء بسبب القرارات اللي كانت في أمريكا، أنه ما قدرنا أن نتعايش مع هذا الوضع والإعلام والضجة الإعلامية اللي صارت.
نعم والمظاهرات. نعم. طيب ندى اذا نعم ندى تكرمي بالبقاء معي وحتى ايضا نصلح الاشكالي، ربما انت لا تسمعي نفسك، ما ادري ايش المشكله، حتى تتحدثي وتسكتي. فابقي معي والشباب سيتواصلوا معك بالكنترول، وانا ستنضم الينا الان ام الحارث من صنعاء، ام لاحد المختطفين الذين لا زالوا في سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء. مساء الخير ام الحارث، كل عام وانت بالف صحه، نهنئك بعيد الام، وايضا نتمنى ان يتم الافراج عن ولدك في هذه الذكرى. ما الذي ممكن تريدي القول عنك ايضا وعن ابنك المختطف؟ تفضلي. اولا مساء النور، وكل عام وامهات وكل الامهات بخير، واخص بالذكر امهات المختطفين اللواتي ناضلن وما زلنا يناضلن حتى خروج اولادهن، حتى ينالن ما يريدن من حريه اولادهن. نعم. ولهن منا كل التحيه والتقدير لجهودهن وما يقومن به من نضال من اجل هذه الحريه التي اختطفتها منهم، هذه الحريه التي اختطفتها ايادي الاجرام. نعم. ظروف اختطاف ولدك ونضالك ام الحارث وكل النساء اليمنيات التي يعني بجوارك ويخرجن كل يوم للمطالبه بالافراج عن ابنائهن المختطفين والمخفين قسرا بسجون الميليشيا. كل المختطفين اختطفوا من مقار اعمالهم، من بيوتهم، اخذوا من عند امهاتهم، من جوار امهاتهم. ونحن نقول لمن يحتفل اليوم بعيد الام هنا في اليمن، ام المختطف تبكي وتذرف دموعها ولا تجد من يكفكف هذه الدموع في هذا اليوم، في يوم عيدها وهي تذرف دموعها على ابنها الذي يقبع خلف السجون. هنا وهناك ابناء وبعض الامهات لا تعرف اين هم. نعم. طيب ام الحارث، اكثر الممارسات التي تتعرضن لها في صنعاء عندما تطالبين بالافراج عن ذويكن المعتقلين في سجون الميليشيا، ابرز الانتهاكات التي تطالكن ما هي؟ هم يحاولون ان يكتموا اصواتنا بان لا تصل والا نوصل الحقيقه للمجتمع، يحاولون اعتراضنا او تخويفنا بالمسلحين. في الحقيقه قلوب الامهات اقوى من سلاحهم مهما كانت مضايقتهم، فنحن لدينا قضيه ولن نتنازل عنها باذن الله حتى خروج اخر مختطف. نعم. ابنك المختطف ام الحارث، كم مده اختطافه الان في سجون الميليشيا، وهل لديك اي تفاصيل عن ظروف اعتقاله وصحته واوضاعه في السجن؟ اغلب المختطفين يعني هو له منذ عامين. نعم. ايوه. حالتهم كيف في السجن؟ ظروفهم الصحية سيئة جدا. نعم. فهم في سجونهم لا يرون الشمس، لا يرون هناك مصابون بالطفح الجلدي، مصابون بالحساسية، يعني لديهم. نعم. أمراض كثيرة. هل سمح لك أم الحارث بزيارة أقاربكن في السجون، الالتقاء بهم؟ أحيانا يقوم بإخفائهم، وفي هذه الفترة نزورهم زيارة محددة لمدة 10 دقائق. نعم. طيب أم الحارث، قبل أن أودعك، ماذا تريدي القول وما هي أمنيتك والعالم يعني يحتفل بعيد الأم؟ ما الذي يمكن أن تقولي؟ ما الذي تتمنيه؟ رسالتي لهم أولا أن نتمنى حرية أولادنا المختطفين، ورسالتي لكل من يحتفل بعيد الأم نقول لهم هنا أم تتوجع بغياب ابنها، فكونوا معها وساعدوها وخذوا بأيدي هؤلاء المختطفين، حاولوا قفوا مع هذه القضية. نعم، شكرا جزيلا لك أم الحارث. ونتمنى نعم أم الحارث أكملي. نتمنى من جميع المنظمات التي تؤمن بالسلام أن تراعي حق الأمومة، فالأم اليمنية هي لم تعد تطالب بأي حقوق من مساواة بين الرجل
والمرأة أو أي شيء، هي تطالب بحق فطري، تطالب بولدها فذة كبدها أن يكون بجانبها. نعم، شكرا جزيلا لك أم الحارث من رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من صنعاء على مشاركتك معنا، وإن شاء الله نتمنى أن يتم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا، وكل عام وأنت وكل أمهات اليمن والعالم بألف صحة وسلامة. أعود إلى ندى عبر السكايب مع الأخت ندى. أخت ندى، عدنا لك من جديد، ما ظهر من صورة لكنا أمام العالم بأنه ربما كانت المعاملة غير لائقة في كندا عندما تم اعتقالك، حدثينا هل فعلا تم اعتقالك؟ هل مرصد ضدك أي إجراءات قاسية من قبل الكنديين أو الشرطة الكندية؟ مثل ما تحدثت سابقا، دخلنا الحدود الكندية بطريقة غير شرعية، فمسكنا حرس الحدود. نعم نعم، فتم القبض علينا، ومثل ما شاهدتوا في الصور اللي انتشرت، نعم تم القبض علينا وتم اتخاذات الإجراء الطبيعية. نعم، الإجراءات ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها معكم؟ الإجراءات هي أن جلسنا 3 أيام في مركز الشرطة. نعم، وليش دخل أسئلة، ليش دخلتوا، من مين هاربين، وليش بالطريقة، ليش ما رحتوا بطريقة شرعية؟ مثل ما وضحت لك من قبل، نحن دخلنا بطريقة شرعية ورفضونا، ونحن حاولنا نوضح لهم هذا الشيء، إن نحن دخلنا وأنتوا ورفضنا مرة ثانية. نعم، هذا كان جزء من المشكلة. والجزء الثاني من المشكلة اللي هي مشاكل والدي في الإمارات. نعم، الوالد لازال في الإمارات يعني؟ والدك لا زال نعم في الإمارات؟ الوالد في الإمارات، لا زال في الإمارات. يعني هل هو يعني يعمل هناك في الإمارات أم لديه مشكلة؟ ما ظروف والدك يعني؟ كان يعمل هناك، فتم تمت تداخلات، دخل في بزنس. نعم، دخل في بزنس تجاري ومع عائلة ومع أفراد. نعم، ومثل ما تقول إنه انتهت بمحاكم وقضايا وأخذوا حقه. نعم، وهو الآن معتقل. والدك معتقل الآن في الإمارات أو مسجون؟ عفوا، مسجون في الإمارات إذن؟ لا، مش مسجون، بس هو عنده قضايا ومحاكم جالس هناك، له قادر يطلع وله قادر يتعايش مع الوضع هناك. نعم، طيب أنت الآن ذهبتي أنت وأختك فقط، هل لدي يعني أمك أخوانك أم أنت وأختك فقط اللي جئتوا إلى كندا؟ لا، ذهبنا أنا وأختي، الوالد كان معنا في أمريكا ورجع. نعم، وذهبنا أنا وأختي لكندا. نعم، طيب الآن يعني هل تم ترتيب يعني اللجوء لكم، منحتين حق اللجوء، أم الظروف اللي لازلت الآن يعني تعملين من أجل أخذ الإقامة، أخذ اللجوء؟ ما وضعكم بالضبط حالياً بعد أن تم القبض عليكن؟ الوضع حالياً ما لنا حالة، أخذوا أوراقنا، أخذوا جوازاتنا، نحن جالسين الحين بدون حالة، حرمنا من حق اللجوء. نعم، مثل ما دخلنا بالطريقة المرة الأولى بطريقة شرعية، حرمنا سنة ورجعنا مرة ثانية دخلنا، والحين حرمنا من كل شيء. نعم، الحين نطالب المؤسسات والمنظمات الإنسانية أنها تساعدنا وتوقف معنا وتنظر لقضيتنا. نحن بس نريد أن أحد هنا من كندا يسمعنا فقط، ما أعطونا فرصة أنهم يسمعون قضيتنا. تقصدين في الحكومة الكندية؟ في الحكومة الكندية. نعم نعم، سمعت بأن هناك بعض المنظمات التي تهتم بالجانب الإنسانية وحق اللاجئين بدأت تتواصل معكم، وربما هي من تعامل لكم الآن لترتيب ظروف لجوءك في كندا، هل تم أم لا؟ لا، ما حد تواصل معنا من المنظمات الإنسانية ولا أحد. طيب الآن هل يعني أنتم في أي مكان حطتكم الشرطة الآن بعد ما يعني تم التحقيق معكم، إلى أين أحالكن؟ الحين نحن جالسين مع رئيس الجالية اليمنية. نعم، في أوتاوا، واستضافنا والله يحفظه ويخليه. الحين جالسين نحاول نجد حل للمشكلة اللي عندنا هنا.
نعم. لأن ما لنا أي شيء. نعم. لا نقدر الرجوع. نعم. لا نقدر الرجوع إلى الإمارات، ولا نقدر الرجوع إلى أمريكا، ولا نقدر كمان الرجوع إلى ما لنا أي شيء. إلى 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 اليمن. نعم. طيب أخت ندى تكرمي بالبقاء معنا، سنذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش عن آراء نضال أمهات المختطفين ومعاناتهم في صنعاء وفي اليمن بشكل عام، ومن ثم نكمل الحديث، ابقي معنا. تتعرض أمهات المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيا وصالح إلى جميع أنواع المعاناة النفسية، حيث أنهن يفتقدن أبنائهن في كل يوم، يتمنين سماع أصواتهم، يتمنين رؤيتهم، ولكنهن ما يزلن يعانين من فقدانهم ومن البعد والحرمان. ضربت أم المختطف أروع الأمثلة في التضحية والبطولة. يكفي هذه الأم أنها في صنعاء وفي قلب الانقلاب استطاعت أن تكسر حاجز الخوف وأن تخرج وتقول الميليشيات لا. نظمت الكثير من الفعاليات، أوصلت رسالة المختطفين إلى العالم، تحية في هذا اليوم العالمي الذي يحتفي العالم بعيد الأم، تحية لكل أم من تعاني من البعد والفراق، تعاني من القهر، قهر السجان وقهر الأيام السود التي جلبت هذه الميليشيات الإنقلابية، التي استطاعت هذه الأم بصمودها وتضحياتها وبطولتها أن تجعل هذه القضية حية وفي قلب كل يمني وكل مسلم. هذا هو يوم عيد الأم، كل الجهال جنب أمهاتهم يحتفلوا، بيدوا لهم هدايا، بيحضنوا أمهاتهم، بيسلموا عليهن من الصبح، لكن أنا ما بش أحد يحتفل بي، ولا حد يسلم علي، ولا حد. ابني أصلا مختطف، ما زال يعني خلف في السجن مختطف، قذاف السنة الثانية وهو ما زال مختطف. من الذي عايسمعني؟ من الذي عايرجع لي الفرحة؟ من الذي عايخليني أبتسم ثاني مرة؟ أمهات المختطفين يعني تعتبر هي أولى من تذكر أن يكون لها هذا اليوم بهذا العيد، ولكن أين عيدها وابنها أو جريح في معتقل أو معذب في المعتقل أو مختطف لا تدري أين هو؟ فهذا اليوم قامت به رابطة الأمهات المختطفين لتصل رسالة إلى كل العالم، إلى الرأي العام، إلى كل من يهتم بهذا الموضوع، أن أمهات المختطفين اليوم يعانين ويتعذبين عذبا شديد بفراق أولادهن بدون سبب أو تهمة ملقى عليهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا هذه التصريحات من عينة عن معاناة الأم اليمنية في اليمن، وأيضا بهذه المناسبة في عيد الأم. أعود هذه المرة إلى صنعاء مع عضو الرابطة رؤى عز الدين. مساء الخير رؤى. مساء النور رؤى. أطلقت لنا حملة قبل تقريبا يومين أو ثلاثة أيام في 18 من مارس لدعم المختطفين والإفراج عن عيدي يوم الإفراج عن تحت هذا الهاشتاج الذي تم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن أم المختطف. حدثينا عن الحملة، ما الذي حققت؟ هل هناك تجاوب؟ هل تم عمل شيء للمختطفين في السجون مع هذه الحملة؟ بداية الحملة لتصحيح كانت في 8 مارس في يوم المرأة العالمي، كانت بداية الانطلاقة إلى يوم الأم اليوم 21 مارس. نعم. الحملة كانت تحتوي بشكل رئيسي عن معاناة أم المختطف وما يعانيه المختطفون داخل السجون الميليشيا. الحملة كانت بشكل رئيسي إلى الشرعية، إلى الحقوقيون، إلى الناشطين، إلى المنظمات الحقوقية، إلى وسائل الإعلام، إلى الملف الدولي، للفت الأنظار لقضية المختطفون في اليمن. كانت الحملة منسقة بين وقفات وإدانات وبيانات وجهد إعلامي متواصل في حملات إلكترونية، في وقفات ميدانية، في إيصال رسائل للمنظمة الدولية، في التواصل مع الجهات الرسمية في كلا الطرفين سواء للميليشيا أو الشرعية، للوصول إلى حل كونها قضية المختطفين قضية إنسانية ليست سياسية، ليست نهائيا تبع مماحكات سياسية أو عنصر ما. نريد أن نجعلها مستقلة كونها قضية إنسانية تتبع بشكل رئيسي الحقوق وليس لها أي علاقة بالسياسة. فكانت الحملة متكاملة من 8 مارس إلى اليوم. نعم. حتى اختتمت اليوم بحفل أقيم لأم المختطف يتحدث عن أمهات المختطفين احتفاء
بشموخها ونضالها وكفاحها المتواصل في ظل ابتعاد ابنها عنها، في ظل المعاناة التي تعانيها. طيب رؤى، هل باعتقادك هذه الحملة نجحت، حققت الأهداف التي رسمتموها من الحملة مع التفاعل الكبير من الناشطين والحقوقيين في مواقع التواصل الاجتماعي؟ بداية أكبر نجاح لفت الأنظار لقضية المختطف، قضية وطن مأسور، قضية يمن مأسور خلف السجون. نحن نتكلم عن آلاف المختطفون، فالالتفات لهذه القضية معناه أنك أوجدت نجاحا في نفوس الذين شعروا بالقضية، الذين التفتوا لوجود المعاناة سواء من منظمات حقوقية، سواء من الحكومة الشرعية، سواء من المنظمات الخارجية، سواء فتح الملف بشكل جدي وجاد. هذا معناه نجاح، أن تتكلم عن آلاف المختطفون، عن معاناتهم، عن المآسي، عن موت العشرات تحت التعذيب، أن تعرف الناس في الوجه القبيح للميليشيا، أن تعرف الناس بالتعري الأخلاقي والقبلي والأعراف للميليشيا كيف يتعاملون مع المختطفون داخل السجون، فهذا بحد ذاته نجاح. نعم. كما أنها حققت نجاح فعلي في الوصول إلى المنظمات الدولية الحقوقية. نعم. هذا النجاح الذي تحقق في المنظمات الدولية، هل لمستموه أي تحرك للضغط على الميليشيا للإفراج عن المعتقلين أو التخفيف عنهم أو السماح لأهاليهم بالإطمئنان عليهم وزيارتهم؟ نحن لا نلتفت بالأمر الجدي، قدر ما عانينا كثير مع المنظمات الدولية في تهاونها بشكل رئيسي عن الملف المختطفين، كونها ورقة سياسية يتعاملون عنها كأنها ورقة سياسية بأنها انجذاب طرف دون طرف، ولكن يكفي أن تصل المعاناة إلى العالم، أن يعرفوا هم بذاتهم أنهم لا زالوا يتلاعبون بحقوق الإنسان، ولا زالت الورقة الذين ينادون بها هم من ينتهكونها. يكفي إيصال رسالة أن يوجد مختطفون ويوجد معانا. أنتم يا من تتكلمون عن حقوق الإنسان ويا من تتكلمون عن الإنسانية لا تتعاملون معها بشكل جدي. وبالمقابل يوجد منظمات تفاعلت بالموضوع، وصل الأمر إلى منظمات حقوقية في الرصد، في الأسماء، في الكشف، في التواصل. نعم. بشكل مبدئي مع قادة الميليشيا. نعم. طيب رؤى، الميليشيا الآن على الأقل في هذه الذكرى بعيد الأم ومع هذه الحملة، هل سمح لكم بأي يعني تعاون للإفراج عن بعض المعتقلين؟ تزوروا هؤلاء المعتقلين؟ قدموا لكم أي تعاون أم الوضع لم يتغير؟ الميليشيا دائما تستجيب استجابة عكسية، فعندما تقف الأم أمام السجن تطالب بابنها تكون الاستجابة إما بسب أو فض الوقفة أو انتهاكات مباشرة، كضرب النساء بعقاب البنادق، كالطرد، كمنعهن منع ذات بالدخول إلى زيارة ابنائهن، هكذا عرفنا الميليشيا. ولكن بالتواصل مع الوقفات الدائمة يجبر أحيانا الضغط الدولي على أن الميليشيا تقوم ببعض الأولويات كالزيارات، كإدخال الأدوية، كإسعاف المختطفين الذين حالتهم حرجة تحت الضغط الدولي، أما كالإنساني أو النسيج المجتمعي أو أنه رعاية الأم المختطف، فنرى أن الميليشيا كما تعودنا استجابتها عكسية. نعم. المجتمع في صنعاء رؤى، هل هناك تعاطف مثلا من الناس العاديين من المواطنين معكم مع هذه القضية، أم تجدنا نفسكن وحيدات في هذا المكان؟ بالتأكيد الاختطاف طال الكثير، من يعارضونهم من لم يعارضونهم، الاختطاف طال حتى الأطفال، طال حتى النساء، طال حتى كبار السن، فالأمر يوجد له رفض واسع وسط الشارع بالعاصمة صنعاء. ولكن بالمقابل في حال إن رفضت أو أظهرت رفضك فحالك حال الذين في السجون، حالك هو الاختطاف، فقد يكون الرفض شخصي أو داخلي، بمعنى أنه القهر والألم والرفض الداخلي. أما بشكل مباشر فالميليشيا لا أعرف ولا دين لها بشكل مباشر، تتعامل على الاختطاف، لأن الاختطاف أصبح كالعادة اليومية.
رؤى شكرا. نعم رؤى شكرا لمشاركتك معنا. انا اترك بك يعني اترك لك كلمه اخيره فقط بعيد الام، وانت يعني في صنعاء وتتمني وكل الامهات ان يعني يتم الافراج عن المعتقلين والمخفيين، وايضا معاناه المراه اليمنيه بشكل كبير، ربما هذه زاويه من الزوايا التي تعاني فيها الامه اليمنيه. كلمه اخيره لك فقط نختم منك ونودعك. كلمه اخيره هي الام المختطف، هي الشرف، هي الكفاح، هي النضال. ابنك وأولى أم أصبح مهجس في الطريق الذي أنت عانيتي منها، ولكن الوطن المأسور واليمن المأسور خلف القضبان سيكون بإذن الله بخير وسيخرج بإذن الله، ونحن معك وسنناضل وسنرفع الأصوات ضد الميليشيا، وسترتفع أصوات الحق على عنجهية السلاح وعلى عنجهية الاعتقالات الزائفة التي لا مسوغ قانون لها. إلى كل أم يمنية عانت الكثير، أنت وطن نعم. عظيم، أنت جيشنا القوي، بنضالك وكفاحك سيكون اليمن الحديث بإذن الله في القمة وسيعلو. شكرا لك. نعم شكرا لك رؤى عز الدين، ناشئة أو يعني ناشطة في صحفية، كنت معنا من صنعاء وناشطة في قضايا الاختطاف والمطالبة ب الإفراج عن المختطفين مع رابطة أمهات المختطفين التي لها جهد كبير يعمل في صنعاء، وإن شاء الله جهودكم تثمر. شكرا لك رؤى. الآن أعود إلى تعز مع الأستاذة حياة الذبحاني، وتحكي لنا أيضا فصل من فصول لمعاناة الأم اليمنية في تعز. مساء الخير أستاذة حياة. مساء الأنوار لكم ولكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. مرحبا بك أستاذة حياة. أنت أيضا في تعز وتلمسي معاناة الأم اليمنية في تعز، ربما تحدثنا في صنعاء عن جزء هام وكبير وهو المختطفين، إذن في تعز ما المعاناة أو صور المعاناة للأم اليمنية هناك؟ تفضلي. نعم في البداية كل عام وأمهات المختطفين بخير وعافية وسلام، كل عام وأمهات اليمنيين في كل محافظات الجمهورية بخير وعافية وسلام، الرائعات الماجدات الحرائر قبلة على جبين ورأس كل واحدة منهن. طبعا الوضع في مدينة تعز كما تعلمون نحن العالم يحتفل في كل نواحي بالورود والهدايا وبالابتسامات وبالبهجة، وهنا في تعز الدموع والبكاء والحزن والألم على الذكريات الجميلة التي كانت في ماضي الأيام. احتفلت الأمهات هنا في مدينة تعز بألم الأم هنا فقدت الابن والأخ والزوج والشقيق والولد، قتلتهم ميليشيا صالح والحوثي دون أدنى جريرة إلا لأنهم فقط انتموا لهذه المدينة التي رفضت عنجهية الحوثي ودخول الحوثي إلى هذه المدينة بالقوة. اليوم المرأة كذلك في مدينة تعز في شوارع المدينة تبحث عن قصاصات الورق لكي تطهو الطعام لصغارها، تحمل الماء على رأسها، تحمل الحطب على رأسها. المرأة الموظفة كذلك في معاناة دائمة مع الراتب بسبب انقطاع الرواتب لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وكما ذكرت مسبقا يهدي العالم كل الورود لأمهاته، وهنا تهدي نعم. لنا ميليشيا صالح والحوثي القذائف والصواريخ والرعب والخوف والألم لهذه المدينة. المرأة احتفلت كذلك في مدينة تعز بأنها هجرت من منزلها وفجر منزلها وقتل أبناؤها أمام أعينها وقتل زوجها وقتلت هي، وكانت الشهيدات والجريحات في مدينة تعز. المرأة تحتفل بعيد الأم وهي تحت الأشجار المهجرات من مديرية الوازعية، اللواتي هن الآن تحت الشجر لا يمتلكن أي مقوم من مقومات الحياة، معاناة بحجم الكون في هذه المدينة. المرأة هنا التي ضربت بأعقاب البنادق نعم. في عهد ميليشيا صالح والحوثي ومنعت وحوصرت من الطعام، المرأة هنا في طيب مدينة أستاذ حياة تعاني نعم. المجاعة والكارثة نعم. لا أستطيع أن أصف لك حجم نعم. المعاناة والمأساة التي تعيشها المرأة هنا بالتحديد نعم. في مدينة تعز. حتى نقف على جزئية، ربما أنت تحدثتي الآن عن 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 المعاناة بشكل واسع جدا وشملتي ربما معظم أصناف المشاكل التي تعاني منها وتمارس ضد الأم في محافظة تعز والمناطق المجاورة. كان لك أيضا زيارة للأسر النازحة والتقيت بأم يعني العديد من الأسر النازحة،
ضعينا أيضا بصورة مفصلة أوسع عن الأم النازحة والمشردة من بيتها ومن قريتها ومن منزلها إلى هذه الأماكن التي كما تحدثت غير مؤهلة لاستقبالهم أو العيش فيها. نعم، نحن رأينا الألم والألم الشديد، ربما لم ينقل الإعلام المعاناة الكاملة لمهجرات الوازعية اللواتي فقدن أبناؤهن وأزواجهن في معارك ميليشيا صالح والحوثي التي شنتها على تلك المديرية التي رفضت دخول الحوثة إليها. طبعا المرأة هناك هجرت من المنزل وفجر دارها أمام أعينها واختطف أبناؤها وقتل زوجها أمام أعينها هي وصغارها. المرأة في الوازعية وفي تبيشعة أصبحت تحت الأشجار. نعم. ولا أبالغ إن قلت فعلا تحت الأشجار، يعني أنا في حقيقة الأمر عندما كنت أسمع بأن مهجرات الوازعية تحت الأشجار كنت أظن أن ذلك ضرب من المبالغة والخيال، ولكن تلك الحقيقة، نساء الوازعية تحت الأشجار، تنام تلك النساء على التراب، يفترشن الأرض ويلتحفن السماء أمام خذلان من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة ومنظمات حقوق الطفل اللواتي سقطت أقنعة هذه المنظمات بسبب عدم التفاتهن لتلك المعاناة والمأساة التي هي بحجم الكون. لم تكتفي ميليشيا صالح والحوثي بتهجير نساء وأهالي وأطفال الوازعية، بل انتقلت لتهجير نساء بلاد الوافي جبل حبشي، وأصبحنا الآن كذلك في العراء. البعض استطعنا إيواءهن في بعض المدارس، والبعض تركنا لمصير لا 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 يعلمنا هم. نعم. ولا نحن ماهية هذا المصير المجهول. طيب أستاذة حياة، تكرمي بالبقاء معي، وقبل أن أعود إلى كندا عبر السكايب مع ضيفتنا من هناك، سنذهب الآن لمتابعة مادة معلوماتية أعدها الزميل وديع عطا عن أمهات المختطفين، مسيرة وصمود ونضال وبعض الحقائق والمعلومات التي تطال الأمة اليمنية في العاصمة صنعاء. نتابع هذه المعلومات ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وعودة هذه المرة إلى كندا عبر السكايب. تنضم إلينا الآن أيضا الأخت ندى التي شاركتها رحلة المعاناة والسفر إلى كندا من أجل طلب اللجوء. مساء الخير أسماء. مساء النور، مرحبا بك أسماء. أيضا تحدثنا مع ندى، فما يعني ربما أنت أيضا لديك أيضا ما تقوليه، ونحن حاولنا أن عن طريق قناة بلقيس أن نوصل رسالتك في عيد الأم الذي تريدينه إيصاله للعالم عبر هذه النافذة عن طريق بين قوسين. ما لديك؟ تفضلي تحكي لنا القصة، ظروف اعتقال يعني لجوءك، ما الظروف التي تعيشينها حتى اللحظة؟ تفضلي الكلمة لك.
أنا كنت حابة بس أزيد معلومة، اللي هي أنا كنت بس حابة أوضح الأسباب اللي خلتنا نلجأ لكندا، هي كانت عيشتنا في الإمارات العزيزة. نعم. الدولة اللي كنا عايشين فيها، الدولة اللي أكلنا منها، الدولة اللي شربنا من ماءها، اللي درستنا وعشنا فيها طول عمرنا. أنا ما عمري شفت اليمن ولا عمري سرتها. الدولة هاي اللي لم تكمل عائلتنا، أنا وأسرتي، أنا وأخواتي. نعم. حابة بس أوصل رسالتي من خلالكم، من قناة بلقيس، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، إنه بس ينصف أبوي على من ظلمه ويساعده في حل مشاكله. ما في داعي أسرة كاملة تتشرد، كافي أنا وأختي تشردنا للحين وما نعرف شو وضعنا في كندا. الوضع يا نرجع الإمارات أو نرجع أمريكا أو نجلس هنا بدون حالة. نحن الحالة كمان اللي وصلتنا هنا أنه ما قدرنا نكمل جامعة، ما قدرنا ندرس بسبب أنه وافدين، نحن صفتنا وافدين في الإمارات، فما لنا أي حقوق في الإمارات، هي البلد اللي عشنا فيها وتربينا. أنا بس حابة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنه يساعدنا ويوقف معنا ويوقف مع الوالد. نعم نعم. طيب أسماء، نتمنى إن شاء الله أن تكون رسالتك يا أسماء قد وصلت. أيضا يعني الآن حالتكن في 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 كندا، تم ترتيب وضعكن، هل وضعكن مستقر أم لا زال هناك مشاكل تعترضكن؟ للآن نحن عارفين شو وضعنا هنا، هل وضع لجوء، هل وضع إنساني، هل وضع، ما عندنا أي أوراق تدل أن حتى لو نقدر ندرس هنا نقدر نعيش هنا، ما عندنا أي، فقط قالوا لنا أن عندنا ترحيل، لكن في وقف تنفيذ لهذا الترحيل. نعم. لأن بسبب المشاكل الحاصلة في اليمن الحين، فما نقدر، مو محددين وضعنا إيش هو هنا. نعم. إذن أسماء شكرا لك، وشكرا أيضا لندى أختك، ونتمنى إن شاء الله أن تصل رسالتكن وأن يتم ترتيب لجوءكن في هذا البلد وتكملن دراستكن وتعود أسرتكن مجتمعة، وكل عام وأنتم بخير وكل أمهات اليمنيين. وشكرا لك لمشاركتك معنا وأختك مرة أخرى. عودة إلى تعز مع الأستاذة حياة الذبحاني. أستاذة حياة، عدنا لك مجددا. الآن أبرز المشاكل التي تتمنى الأم في تعز وفي اليمن بشكل عام أن تحصل عليها أو أن يتم توفيرها لها، ما هي؟ نعم، في حقيقة الأمر الوضع هنا كما ذكرت مسبقا بأنه مؤلم للغاية وكارثي للغاية. مجاعة تهدد هذه المدينة بكل أطيافها، رجال ونساء وأطفال وكبار سن، أمام خذلان من كل المنظمات الإغاثية والعالمية لوضع هذه المدينة. نحن أمام وضع منهار صحيا، لدينا كثير من الوفيات من النساء في المستشفيات بسبب عدم توفر الكادر الطبي المتخصص، بسبب عدم وجود المستشفيات المؤهلة، بسبب عدم توفر الأدوية في الصيدليات نتيجة للحصار الذي تفرضه ميليشيا صالح والحوثي على هذه المدينة، إضافة كذلك إلى الوضع التعليمي هنا في هذه المدينة، الوضع النفسي الذي تعيشه أمهات مدينة تعز حينما تفقد الأب والأخ والزوج والشقيق والولد، حينما تنهال القذائف باستمرار على كل أنحاء المدينة، حينما تحرم المرأة اليمنية من قطرة ماء نظيفة. أين هي منظمات الإغاثة لكي تغيث هذه المدينة بشربة ماء يشربها المواطن البسيط هنا؟ أين كذلك من يتصدقون بحقوق المرأة وحقوق الطفل؟ أين هم؟ يجب أن يتواجدوا في ظل هذه الظروف. المرأة تريد هذه المنظمات التي تتشدق باسمها أن تحضر اللحظة وأن تأتي بحقوق المرأة في هذه المدينة، سواء صحيا واقتصاديا وتعليميا وكذلك سياسيا. نحن كذلك لدينا عدة تساؤلات في هذه المدينة. هل نعم. سيظل الحصار على هذه المدينة مستمر؟ وهل يرضي المجتمع الدولي والإقليمي مزيد من الضحايا من جانب النساء اللواتي ليس لهن جريرة في هذه الحرب؟
نحن نطالب بالالتفات إلى مدينة تعز وسرعة تحرير هذه المدينة، ونطالب كذلك بفك الحصار عنها وتواجد هذه المنظمات التي إن لم تتواجد اللحظة فهي تعتبر شريكة في التجويع. نعم. وشريكة في كل جرائم الحرب التي نعتبرها نحن. نعم. في هذه المدينة هي جرائم ضد الإنسانية. نعم. أستاذ حياة، ربما تحدثنا إذن نعم تحدثنا كثيرا اليوم حول المعاناة الكبيرة التي تواجهها الأمة اليمنية، لكن أيضا لم نتحدث عن الجانب المشرق والإيجابي الذي سطرتها الأمة اليمنية وتحملت كل هذه الأعباء والمشاكل. أختم بكلمة منك عن هذه الجزئية، تفضلي. نعم، المرأة أستاذ أثبتت بأنها رقم صعب في الثورة وفي المقاومة، هي ذاتها من خرجت في الساحات وزلزلت عرش علي عبد الله صالح حينما هتفت ارحل، حينما خرج مجنونا مذعورا يقول من الذي يرحل، حينما توعد وهدد وأزعد وأرعد بكلمته الاختلاط. المرأة هي أسقطت علي عبد الله صالح، وما كان تكريم الناشطة اليمنية الأستاذة توكل كرمان إلا تكريم لكل اليمنيات اللواتي ناضلن في كل ربوع الجمهورية. المرأة اليوم حملت الكاميرا وخرجت إلى كل مواقع التماس ووثقت للعالم جرائم ميليشيا صالح والحوثي. المرأة قدمت مفتخرة الأب والأخ والزوج والشقيق والولد فداء للدين والوطن. المرأة انخرطت في صفوف المقاومة الشعبية وقدمت التبرعات وضحت أجل الجرحى واشتغلت في الجانب التعليمي وفي الجانب الإنساني ولا زالت تناضل حتى اللحظة. المرأة ضربت أروع الأمثلة فكانت هي بلقيس الحضارة وهي أروع. لا يمنع أن يكون الجانب المؤلم في حياتنا، لكننا نحن مستمرون حتى تحقيق كل أهداف الثورة اليمنية وحتى تتحرر هذه هذا الوطن الغالي من كل العبث الذي عبثت به ميليشيا صالح والحوثي. لن تعود عجلة التغيير إلى الوراء، وستكون المرأة هي من تدفع باتجاه هذا التغيير. ستصبر المرأة على اختطاف زوجها وعلى قتله. نعم. وعلى قتل أبنائها وتشريدهم، ولكنها ستفرح حينما ترى أن دماء هؤلاء الشهداء ومعاناة تلك المختطفين والمعتقلين أثمرت وأن اليمن الجديد قادم لا محالة. شكرا لك يا أستاذة حياة. نعم، شكرا جزيلا لك يا أستاذة حياة الذبحاني، كنت معنا من محافظة تعز على مشاركتك معنا في بين قوسين، وكل عام وأنت وأمهات اليمن بألف صحة وسلامة. قبل مشاهدي الكرام أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، اليوم رابطة أمهات المختطفين في صنعاء اختتمت الحملة التي استمرت أكثر من ما يقارب أسبوعين، أو كان هناك أيضا منح دروع الرابطة لأمهات المختطفين، تم منح درع الرابطة لأم الشهيد المختطف وليد الإبي الذي تم قتله تحت التعذيب رحمه الله. أيضا الرابطة منحت البطل أنس الصراري درع الرابطة، وأنس خرج من سجنه مشلولا الآن ويعاني من الشلل، نتمنى له الصحة والعافية. أيضا تم منح أم المخفي قسرا أحمد عمر أحمد درع الرابطة، وملف المخفيين قسرا من أصعب وأقسى وأبشع الملفات. نتمنى أن يتم أيضا إفراج عن جميع المعتقلين والشفاء لمن خرجوا وهم يعانون من إعاقات دائمة بسبب التعذيب في سجون الميليشيا. الآن نقرأ تعليقاتكم حول موضوع الحلقة، نبدأ مع صديق البرنامج الأخ سالم معوضة يعلق بالقول: أم المختطف تعاني ما يعانيه ولدها المختطف في غيابات القهر ظلما وعدوانا، تكابد ألم الفراق والحرمان وتتوجع حزنا لحاله وخوفا على مصيره. سالم معوضة. أيضا رأي آخر من صديق البرنامج الأخ خالد القاضي يعلق بالقول: آلاف الأمهات في اليمن يعانين حرمانهن من فلذات أكبادهن الذين اختطفتهم الميليشيا من بين أيديهن وأودعتهم بالسجون ظلما وعدوانا. الأخ خالد القاضي. وأيضا نختم برأي أخير من أصدقاء البرنامج، صديق البرنامج الأخ سليمان النواب يعلق بالقول: فعالية أم المختطفة اليوم بمأرب موجعة جدا، بينما نساء العالم تنتظر في هذا اليوم هدية أو اتصال أو سلام من أبنائهن، تعاني أمهات المختطفين في اليمن من ويلات اختطاف أبنائهن. ونكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الأخ سليمان النواب، وصلنا إلى الختام. شكرا للضيوف الأكرم، كان معنا عبر الهاتف أو عبر السكايب اللاجئة اليمنية من كندا ندى، وأيضا أسماء علي، وكان معنا أيضا الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني من تعز، وأيضا عضو رابطة أمهات المختطفين أم الحارث، وأيضا الإعلامية في حملة أم المختطف رؤى
عز الدين. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وكافة الطاقم الفني. ألقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل حلقات جديدة من بين قوسين. في الختام، كل عام وأمي وكل أمهات اليمن والمختطفين والعالم بألف صحة وعافية. السلام عليكم.